الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي المستمعين، أبناء الطلاب، لا يكتمل إيمان المؤمن ما لم يؤمن بالله كما علمنا، ويؤمن كذلك بالملائكة. وهذا ما عقدت لك هذا الدرس حتى تعي قضية الإيمان. الركن الثاني من أركان الإيمان إذن هو الإيمان بالملائكة، ويتضح لك هذا الدرس في هذه العناصر. العنصر الأول نقف على معنى الإيمان، الثاني أهمية الإيمان بالملائكة، الثالث ما يتضمنه الإيمان بالملائكة، الرابع نبين لك أعمال بعض الملائكة، والخامس صفة مجيء الملك إلى الرسول، وأخيرا نقف بك عزيزي الطالب على ثمرات الإيمان بالملائكة. أما عن معنى الملائكة فهم خلق من خلق الله تعالى، وهم عالم غيبي نوراني، أحياء ناطقون، خلقهم الله سبحانه من نور، عابدون لله، منحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذ ما يأمرهم به، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله الواحد القهار. هذه هي طبيعة الملائكة، وبالطبع تختلف طبيعة الملائكة عن طبيعة الجن، فالجن مخلوقون من نار، والله خلق الملائكة من نور. الملائكة ينبغي عليك عزيزي الطالب، عزيزي المؤمن في كل مكان، أن تعتقد بأهميتهم، فالإيمان بالملائكة له من الأهمية ما له، حيث إنه هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، أي إلا باعتقادك بأن الملائكة موجودون، وأنهم ورد ذكرهم في القرآن والسنة بصفاتهم التي أراد الله عز وجل أن نعلمها، وبأفعالهم التي بينها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية وقفت بنا على عدو الله الذي لا يؤمن بالملائكة، والملائكة كثر منهم الرسل، وجبريل عليه السلام منهم، وميكائيل منهم. لذلك عزيزي الطالب عليك أن تعي الإيمان بهم، تؤمن بما وصف الله به أنبياءه، وصف الله به ملائكة، وقد حكم الله عز وجل بالكفر والضلال على من أنكر وجود الملائكة، فقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال هنا يساوي الكفر كما جاء في الآيات الأخرى. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بأنهم موجودون وأنهم حقيقة، الثاني أن تؤمن بهم على الإجمال والتفصيل، أي أن تؤمن بأنهم موجودون، جملة الإيمان بالملائكة نعم هناك ملائكة، أما التفصيل نعم لهم صفات، لهم أعمال، لهم مهام، وهكذا. الأمر الثالث مما ينبغي أن تعتقده في الإيمان بهم الإيمان بما أعلمنا الله من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق، وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل عليه السلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أتى إلى مريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، وجاء إلى رسول الله في صورة سيدنا دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو جالس في أصحابه قد جاءه بصفة لا يرى عليه أثر السفر، كما جاء في حديث جبريل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الرابع عليك أيها المؤمن أن تؤمن بما أعلمنا الله من أعمالهم التي يقومون بها كتسبيحهم والتعبد، وأنهم يقومون بأعمال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بلا ملل ولا كلل ولا فطور. كذلك يجب عليك أيها الطالب، أيها المستمع، أيها العزيز، أن تعلم بعض أعمال الملائكة كما أخبرنا الله في كتابه، فجعل الله لكل واحد من الملائكة عمل. على سبيل الحصر، على سبيل المثال للحصر، جبريل عليه السلام أمين على وحي الله تعالى، ميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة،
وبعث الخلائق بين يدي الله. ملك الموت موكل بقبض الأرواح عند الموت، ومالك موكل بالنار وهو خازن النار، وهكذا منهم الملائكة موكلون بالأجنة. في الأرحام إذا تم الإنسان للإنسان 4 أشهر في بطن أمه، بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا منهم الموكرون بسؤال الميت، إذا وضع في قبره يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه. وهكذا جزء بيناه من أعمال الملائكة وهي لا تحصى عددها. بالتأمل في النصوص في هذه النقاط حول صفة مجيء الملك إلى الرسول لتتضح صورة الملك أيها الشاب أيها العزيز، وأنت تستمع إلى حديثنا عن الملائكة، اعلم أن الملك كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات، فيأتيه على 3 أحوال. كان النبي يرى الملك أي جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، أيضا كان يأتيه على صورة رجل فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله، وهذا أخف الأحوال على رسول الله كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وقد جاء جبريل في اللقاء الأول عندما جاءه فأجاءه في غار حراء. الثالث أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه الوحي وقد وعى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هكذا كان مجيء الوحي، مجيء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي الطالب، أقف بك الآن على بعض ثمرات الإيمان بالملائكة. الله عز وجل لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا ما فيه من الثمرات العظيمة لهم، لأن ذلك فيه ثمرات. ومن تلك الأشياء الغيبية التي أخبرنا الله بأمرها الملائكة، وثمرات الإيمان بهم كثيرة، منها وقوف المؤمن على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وأيضا حث المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات، حيث إن الملائكة يترصدون جميع أعماله ويسجلونها عليه. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة إغلاق باب الخرافة الباطلة والاعتقاد الزائف فيهم، فبعض الناس يرى الملائكة بأنهم من صفات البشر، وبعضهم يرى الملائكة بأنهم من صفات أشياء أساطير مخيفة. وينبغي تطهير عقيدة المؤمن من شوائب الشرك وأدرانه، لأن المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين كلفهم الله بهذه الأعمال العظيمة تخلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تسهم في تسيير الكون. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرون، حتى لا يعتقد فيهم النفع ولا يعتقد فيهم الضر، إنما هم فقط عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يعبدوا من دون الله ولا يتوجه إليهم بالسؤال ولا بما يفعله بعض الذين ضعف الإيمان في نفوسهم. كذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله عز وجل على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم إلى غير ذلك مما يصلحهم في الدنيا والآخرة. كذلك محبة الملائكة، الله عز وجل أمرنا بمحبتهم على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على وجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهكذا يدعو الملائكة لبني البشر ويسألون الله لهم الهداية والرحمة. فأيليق بك عزيز المستمع ولدي الطالب، أيليق بك أيها المسلم أن تسمع عن الملائكة بأنهم يسألون الله لك الهداية ويطلبونه الرحمة لك
ولا تحبهم، كذلك الاستقامة على أمر الله، إنهم مستقيمون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكذلك من ثمرات الإيمان بهم أن تعيش في رحاب الملائكة، أي أن تؤمن بأنهم أمامك مثلا عليا، عليك أن تستقيم على أمر الله كما يستقيمون هم على أمر الله عز وجل. إن من يستشعر وجود الملائكة معه وعدم مفارقتها له، ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه، لا يستحي من الله ومن جنوده، فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السر. فكيف يعصى الله، فكيف يعصي الله عز وجل من علم أن كل شيء محسوب ومكتوب؟ نعم، إن من ثمرات الإيمان كذلك الطمأنينة، ذلك أن العبد المؤمن يطمئن. من ثمرات الإيمان بالملائكة أن يكون مطمئنا إلى حماية الله له، فقد جعل الله عز وجل له حافظا يحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات هنا هم الملائكة الذين يعقب بعضهم بعضا فيحفظون العبد المؤمن في ليله وفي خلواته مع الله. ألا فقم أيها العبد بين يدي الله عابدا مؤمنا بالملائكة كما أمرك ربك.